والآن مع الأستاذ فتحي عبد السلام متبحرا في أشعار الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، وحلقة جديدة من برنامج روح القدس معه. ما قلتها من قوتي لكنها درر من المولى ونظم بناني. يا رب باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة الأعيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام المشاهدون، نحن اليوم معا بإذن الله لكي نتم حديثنا عن عظمة الدليل القطعي في شعر الإمام المهدي على صدق دعواه وأنه من عند الله وأنه حقا من أولياء الله وأنه صادق وزكي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كعين كحيل زينت صفحاته بناظرة من عين خلد ينظر. الإمام المهدي في استعارة رائعة مع تشبيه رائع يحول لنا القرآن الكريم في نظره وفي قلبه وفي حسه الروحي وفي حسه العقلي أنه يرى القرآن كما يرى إنسان الحوراء من الحور العين من أهل الجنة، وقد نظرت بعينيها مكتحلة لا مثيل لجمالها. صفحات القرآن في نظر الإمام المهدي هي كتشمل هذا المنظر، يعني عاوز يقول إن القرآن يعني فتنني جماله، سباني جماله. الناس يشتكون من آثار النظر إلى الحور العين إلى النساء الجميلات، أما أنا فإن القرآن والنظر الحلال إليه قد سباني مثل ناس في مجال وفي عوالم، والإمام المهدي مع القرآن في عوالم أخرى وفي جمال آخر. هذا هو القرآن في عين الإمام المهدي، طري طلاوته ولم تعف نقطة لما صانه الله القدير الموقر. إن الله القدير قد عظم شأن القرآن وحفظه وصانه ولم تتغير منه نقطة، وإننا نقرأ القرآن اليوم غضا طريا كيوم نزل، طري طلاوته، فنحس بحلاوته وطلاوته في عقولنا وفي أرواحنا. طري طلاوته ولم تعف نقطة لما صانه الله القدير الموقر. هو ده طريق النهضة، طريق النهضة الإسلامية، أن يعود قرآن في حواسنا الروحية وفي حواس فهمنا إلى بكارته الربانية،
يبدو علينا الإحساس به القرآن يعود غضا طري الطعم طازجا، وتدل طازجته هذه أنه هو من عند الله وأن الله حفظه فلم يتغير ولم يأسن. ثم يقول الإمام بعد هذا البيت: فيا عجبا من حسنه وجماله، أرى أنه در ومسك وعنبر. فيا عجبا من حسنه وجماله، المعاني بتاع القرآن وأعماق القرآن والأسماك الملونة وأقول إيه والصخور والحاجات النادرة، غواص فهجمت عليه جيوش الأسماك الملونة ورأى الدر حوله في كل مكان، بل هبت عليه رياح عنبر من غدة العنبر من حوت العنبر، وأيضا مع ريح المسك من غدة المسك في الغزال. ويقول: فيا عجبا من حسنه وجماله، أرى أنه در ومسك وعنبر. تصوروا لو أن القرآن الكريم صار هكذا في عقول المسلمين جميعا، تصوروا أن القرآن الكريم قد عاد في قلوبنا جميعا بهذه الطريقة، وصار كل منا يرى في القرآن أنه يحوز كل فضيلة ونرى فيه الفضائل، ويشرب من القرآن كؤوس المعارف، ويرى فيه ما يقي ويبصر، وكلنا يرى في القرآن عينا كحيلة الحور العين بتنظر إلينا منه من كل صفحة من صفحاته، كعين كحيل زينت صفحاته بناظرة من عين خلد ينظر. وكلنا حسينا بقراءة القرآن وبجمال القرآن وأنه طري طلاوته، ولم تعف نقطة لما صانه الله القدير الموقر. وكلنا ملأنا وملأتنا الدهشة وملأنا العجب من حسن القرآن وجمال القرآن، ورأينا جميعا أن القرآن در ومسك وعنبر، وصار كل بيت من بيوتنا يقرأ القرآن ويقول كل منا لأخيه: انظر، انظر إلى هذا الدر، انظر إلى هذا، انظر إلى هذه الفتنة والجمال، يا للمسك، يا لرائحة العنبر. تلك هي النهضة الحقيقية. هذا الرجل هو قائد نهضة، هذا الرجل هو قائد إحياء أمة، ويقول بعد ذلك: وإن سروري في إدارة كأسه، وإن سروري في إدارة كأسه، إن سروري في مجلس القرآن وفي أن أسمع القرآن وفي إعادة وتكرار الكلمات القرآنية والآيات القرآنية، وإن سروري في إدارة كأسه، فهل في الندامة حاضر من يكرر. الشعراء تنافسوا وتسابقوا في وصف الخمر وفي نشوة الخمر وفي حكايات الخمر وفي حسرات الخمر، والإمام يرد هذه الأمة إلى خمرها الحق وإلى كأسها الحق وإلى سرورها الحق وإلى الندامة الحقيقيين. وإن سروري في إدارة كأسه، فهل في الندامة حاضر من يكرر. يا سلام، وإن سروري في إدارة كأسه، فهل في الندامة حاضر من يكرر. ويقرأ عليه القرآن تاني وتالت ورابع: ورياه قد فاق الحدائق كلها، نسيم الصبا من شأنه تتحير. ده كمان بيرى في القرآن خضرة ريانة من الخضرة الرائعة الجميلة الفائقة التي لا ترى إلا نادرا في الخضرة البكر، عندما يخرج البرسيم في أول ما بيتزرع ويكون لون الخضرة ريان وفائق ورائع وبكر، فيقول:
عن القرآن ورياه قد فاق الحدائق كلها. مش بس بيتفرج عليه على أنه خضرة رائعة جميلة بكر، بل يحس من القرآن كأنه نسيم عليل وبرد جميل وظل ظليل، فيقول نسيم الصبا من شأنه تتحير. إن القرآن يملك على الإمام كل مشاعره وكل أفكاره وكل خلايا روحه. إذا ما تلا من آية طالب الهدى يرى نوره يجري كعين ويمطر. ورياه قد فاق الحدائق كلها نسيم الصبا من شأنه تتحير. إذا ما تلا من آية طالب الهدى يرى نوره يجري كعين ويمطر. تحول النور إلى تكثف، وصار النور موجا، وصار الموج جاريا، وصار النور متفجرا، وصار كعين متفجرة جارية، بل صار مطرا منهمرا، وخطوط المطر نزلة تلمع. إذا ما تلا من آية طالب الهدى يرى نوره يجري كعين ويمطر. وفيه من الله اللطيف عجائب أشاهدها في كل وقت أنظر. يا له من إمام صادق، يا له من قدوة صالحة، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى أن أعظم شيء في الوجود هو إيه؟ لو أنت أول مرة تقرأ هذا الدعاء تتعجب وتستغرب. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، يا بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرسول بيطلب من ربنا إيه؟ بكل اسم هو له وبهذا الأسلوب البلاغي يطلب إيه؟ أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدري وشفاء نفسي وجلاء همي وحزني. هو ده الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن الآن مع إمام يكتب شعرا يذكر فيه اسم الله كثيرا ويقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول عن القرآن العظيم: إذا ما تلا من آية طالب الهدى يرى نوره يجري كعين ويمطر. وفيه من الله اللطيف عجائب أشاهدها في كل وقت وأنظر. أيعجب من هذا سفيه مشرد وألهاه عن نور ظلام مكدر. وطبعا عبد الله أتهم المنصر هو من هؤلاء، هو هذا السفيه المشرد الذي ألهاه عن نور القرآن ظلام مكدر، ترك القرآن وراح يدعو إليه ويزينه للناس ويضحك به على نفسه وعلى الناس، ويقول لهم: إن التثليث هو الحق، وإنني قد رأيت في هذه المكتبات التي قرأتها نورا وهداية. فيا حسرة على عبد الله أتهم، أيعجب من هذا سفيه مشرد وألهاه عن نور ظلام مكدر. إذن لا يعجب من كلام الإمام ولا يستنكره سوى من يحيا في ظلمات الضلال وفي عكارة الموت وفي الكآبة
أما الصالحون، أما المهتدون، وأما المهديون، فيقول عنهم الإمام إلى قوله، إلى قول القرآن، إلى قوله: يرنو الحكيم تلذذا ويعرض عنه الجاهل المتكبر. طب الحكيم بيتلذذ بإيه؟ أعظم لذة في الله، أعظم فرحة في معرفة الله، إلى قول القرآن الكريم، وهو يصور عظمة الله، وهو يحكي عن جمال الله، حيث الله نفسه هو الذي يقص ويحكي، إلى قوله: يرنو الحكيم تلذذا. يرنو يعني فلان يرنو، يعني يطيل النظر إلى شيء جميل. بيقولوا إنهم سموا التلفزيون في مجمعات اللغة العربية المرناة، يعني الناس قاعدين كده عمالين يتفرجوا ومشدودين. الإمام المهدي بيقول عن القرآن الكريم: هو ده المرناة، هي دي مرناة الله، إلى قوله: يرنو الحكيم تلذذا ويعرض عنه الجاهل المتكبر. كتاب جليل قد تعالى شأنه، يدافي رؤوس المنكرين ويكسر. يدافي يعني يجهز عليها، يحطمها، يدافي رؤوس المنكرين ويكسر. هو السيف في أيدي رجال مواطن، فلن يعصم درع منه فوجا ومغفر. كلام يفل المرهفات بحده، يبشرنا في كل أمر وينذر. يا سلام، الإمام يرى في القرآن ردا على جميع الشبه، ويرى أن الذين يريدون أن يردوا على أي باطل في أمر الدين فيكفيهم القرآن. يقول: هو السيف في أيدي رجال مواطن. عندما تكون من رجال مواطن الحرب، مواطن يعني معارك، هو السيف في أيدي رجال مواطن، هو السيف في أيدي رجال المعارك وفرسان المعارك، هو السيف. ما هو الواحد بيكون معاه حصان ومعاه المغفر ومعاه السيف، أهم حاجة في الأسلحة السيف. هو السيف في أيدي رجال مواطن. طب قدر هو السيف، ولكنني احتميت من القرآن بالدرع، أو أن الجيش الذي واجه القرآن اعتصم بالدروع ولبس المغفر ولبس الخوذات. يقول الإمام: لن ينفعهم الدرع، كل فوج جاء يواجه سيف القرآن فلن ينفعهم لا الدرع ولا المغفر. يعني هذا السيف قاطع فلا يعصم منه درع، يعني ما فيش حاجة اسمها فيه بدلة مضادة للرصاص، ولكن ما فيش درع مضاد للقرآن، ما فيش أي درع مهما كان يقدر يعصمك من القرآن. هو السيف في أيدي رجال مواطن، فلن يعصم درع منه فوجا ومغفر. لن يعصمهم المغفر ولن يعصمهم الدرع. والتركيبة النحوية هنا تدل على صدق الإمام المهدي في أنه من عند الله. ليه؟ كيف استطاع أن يركب الجملة؟ فلن يعصم درع منه فوجا. طيب هنا فاصل ما بين درع وفوجا، منه، وضع هذا الفاصل يؤدي إلى تعقيد الجملة وتركيبها
وتصعبها عليه، وهو رجل هندي يدوب يفك الخط العربي يفهم الكلام بس، لكن ما يقدرش يكتب جمل، وبعدين يعمل تقديم وتأخير. تقديم وتأخير ده بهذا الأسلوب البلاغي الرائع العظيم، ده شغل واحد متمكن غاية التمكن، عالم نحوي وعالم شعري وعالم أدبي، فما يقدرش يعمل التركيبة النحوية دي إلا رجل مخاضرا في اللغة العربية، وهو مش مخاضر، ده راجل هندي كان يجهل إنشاء العربي، كان يجهل الإنشاء العربي، فمن أين له هذا؟ فلن يعصم درع منه فوجا ومغفر، ومغفر كمان إيه؟ مؤخرة، مؤخرة ليه؟ عشان القافية. ولكن التركيبة النحوية منضبطة ولا يمكن أن تنضبط إلا على يد شاعر مفلق، فلابد أنه معلم من الله. ليست هذه إمكانيات أي هندي لم يذهب إلى بلاد العرب ولم يتعاطى اللغة العربية الأدبية لعشرات السنين، لا يمكن. ده الدليل على صدق هذا الرجل المهدي الصادق. هو السيف في أيدي رجال مواطن فلن يعصم درع منه فوجا ومغفر، كلام يفل المرهفات بحده، كلام أقوى من السيوف ويحطم السيوف، كلام حدته أقوى من كل سيف، معناها أنه يهزم الجيوش ويؤثر في الأمم ويجعل صاحب السيف يخضع له، كلام يفل المرهفات بحده، يبشرنا في كل أمر وينذر. أما المعارضون للقرآن، فتعالى نتكلم عن المعارضين للقرآن. المعارضون للقرآن يدية قوم منكر مغلولة، يدية لم تدوخ في القاموس لغاية ما تجيب معنى كلمة يدية. يدية صعبة، كلمة صعبة، كلمة قاموسية صعبة، يدية حتى لما تلاقيها في القاموس تدوخ على ما تجيبها في مادة اليد. يدية قوم منكر مغلولة وهدت هراواهم وسروا وكسروا. الأسلوب عربي قديم فصيح، عربية الأولانية بتاعت زمان، حيث يكون العدو مهزوما بتحطيم سيفه وكسر يده ووضعها في الأغلال وهد هراوته وطعنه في سرته وتكسيره وتحطيمه، نوع عربية قديمة يعني لائقة بشاعر من في العصور الأصلية، أيام ما كانت اللغة العربية لغة تتعلم بالسليقة مش بالتعليم ولا بالقواعد. هذا شعر الرجل المعلم من الله، لأن اللغة بتاعته لغة سليقة، لغة عربية سليقية، يعني مش بتاع التعليم وقواعد، ده واحد كأنه ناشئ في البادية وكأنه ناشئ في قبائل البادية. يدية قوم منكر مغلولة وهدت هرواهم وسروا وكسروا، يباهون مريحين جهلا ونخوة. رجل مرح ومريح يعني رجل شديد الفرح والنشاط حتى يجاوز القدر، زي سكير وسكيرين. وهذا الرجل من قوم مريحين، زي من قوم سكيرين،
وأما كلمة وسوف تراهم مدبرين فتبشروا، أبشر يبشر يعني يفرح. وتعالوا يا من تدعون أنكم تفهمون العربية، وقولوا لي كيف ركب الإمام هذا البيت. يباهون من ريحين جهلا ونخوة، المفلسون الذين أنكروا القرآن، أيديهم مغلولة، هرواهم مهدودة، بطونهم مطعونة، عظامهم مكسرة، ورغم ذلك يباهون ويقولون احنا عملنا حاجة اسمها القرآن المش عارف ايه، عملوا القرآن بيوزعوه دلوقتي. يباهون من ريحين جهلا ونخوة، غباء ونخوة باطلة، وعلم معتهين، وفرحين فرحا لا يفرحه إلا الجهلاء والأغبياء. يباهون من ريحين جهلا ونخوة، وسوف تراهم مدبرين فتبشروا، سوف تراهم مدبرين ويريحونك، فهم يباهون من ريحين، وعند اللقاء والجد تراهم مدبرين ومريحين، وتبشر أنت بأنك ارتحت منهم. هؤلاء قوم لا خطر منهم. ثم يقول الإمام لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فدا لك روحي يا حبيبي وسيدي، فدا لك روحي يا حبيبي وسيدي، فدا لك روحي أنت ورد، أنت ورد منضر. وإلى هذا الحد سنقف أيها الكرام المشاهدون، على أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.